السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم، برحب بكل اللي موجودين معايا في القناة، وبقول لك لو أنت لسه جديد معايا في القناة تفضل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك لو الفيديو عجبك إن شاء الله. هنقول النهاردة القراءة العاطفية لمواليد برج الجوزاء. أهلا برج الجوزاء، نبدأ القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفاك تعبان جدا، تعبان بقالك فترة من شهور، من 3 شهور تقريبا. التعب النفسي ده عندك زاد، مش الفترة دي بس. بشايفة في ناس هنا منكم نفسها تسافر، ناس عايزة تسافر. هنشوف دلوقتي السفر مفتوح ولا لأ. حالة الزعل اللي عندك دي يا برج الجوزاء عندك متغيرة، يعني مش دايما زعلان، ممكن ده يرجع لطبيعتك الهوائية، يعني التقلبات مزاجية كتير. بالنسبة للمتجوزين انت بتمر بحالات شك، البعض منكم طبعا اغلبكم شكوا مش صح، يعني مجرد افكار في دماغكم بس. في منكم عندهم تدخلات، منكم عندهم تدخلات من أشخاص سيئة جدا، أشخاص سيئة في حياتكم. الأشخاص دي عايزين يدمروا حياتكم، بس استنوا كده. موضوع السفر ده في كتير منكم هيسافر، موضوع سفره مفتوح. اللي مستنيين ارتباط بعضكم فيه بسبب الاهل، يعني اهل الطرف التاني، يعني رافضين ان الارتباط ده يتم. في الفترة الحالية مش شايفة موافقة، بس هنشوف لما نعمل قراءة تاني للنص التاني من ابريل ان شاء الله، لان الموضوع مفتوح مش مقفول على الاخر يعني. فان شاء الله خير. المنفصلين او المطلقين، في طلاق حصل او بيحصل مع ابراج مائية، بعضكم كان السبب فيه سحر. شايفاكم انتوا الاتنين بتحبوا بعض عايزين ترجعوا. شايفة في كمان ابراج نارية الفترة دي يا برج الجوزاء، انت بتمر بحالة اكتئاب كبيرة جدا. طيب انا عايزة اطمنكم شوية ان يعني انتوا من الابراج اللي غالية عندي، يعني في حاجة انت بتتمنيها او بتدعي ربنا انها تتحقق، هتتحقق ان شاء الله. تفائلوا شوية يا اصحاب الضحكة الحلوة، تفائلوا شوية واهدوا شوية عشان اعصابكم، شايفاكم تعبانين، بتبكوا مقهورين، يعني قلبكم موجوع قوي. اهدوا شوية، اللي جاي احسن ان شاء الله. ان شاء الله في منكم مستني حب جديد، سواء كان عنده علاقة قبل كده او سواء ما كانش عنده علاقة قبل كده، في منكم مستني حب جديد وعلاقة كويسة جدا، يعني الحب الجديد اللي جاي علاقة كويسة جدا. عايزة اقول لبرج الجوزاء، انا شايفاه هنا، حاول حاول ما تتكلمش عن حياتك مع حد خالص، لان عندك طاقة حسد، ودي زي ما شفتها على فكرة في برج الأسد، اللي هي نفس طاقة الحسد دي، اللي هي على أي حاجة، يعني اللي هو حتى لو نطيت من الشباك هيحسدوك. فحاول ما تظهرش كل حاجة عنك أو عندك أو عن حياتك أو عن حاجات بتعملها، بالذات بقى في المحيط اللي انت فيه. يعني ممكن لما تخرج بره محيطك ماشي عادي، ممكن تتكلم تفضفض تحكي عن حاجة عندك، لكن في محيطك لا خالص. شايفاك منتظر، بتفكر كتير. بصوا، بسبب الانتظار ده، يعني انا قلتها قبل كده وهقولها دايما، يعني طاقة الانتظار دايما مش حلوة،
مش حلوة في أي حاجة، يعني مش في الحب بس، مش حلوة في أي حاجة. يعني لما تستنى حاجة للأسف بتتأخر كتير، وممكن ما تجيش لأن الانتظار بيأخرها. فنحاول إن احنا نلهي نفسنا في أي حاجة، وبلاش نخلي عندنا طاقة الانتظار دي عشان اللي احنا عايزينه يجي. يعني تقريبا، يعني انت برج الجوزاء، انت من الشخصيات اللي بتحب الشغل جدا، يعني تقريبا اغلب حياتك في الشغل. لو في منكم مش بيشتغل، حاول تشغل نفسك بأي حاجة، يعني أي حاجة تاني. وإن شاء الله قريب هعمل لكم قراءة عامة عشان نشوف ايه أخبار الشغل عندكم. في الفترة دي عند بعضكم ممكن تلاقوا موضوع قديم ممكن يتفتح، في انفصال مع أبراج ترابية، انفصال اوريدي حصل، ودي كانت علاقة غير موفقة. طبعا أكيد مش للكل، بس اللي ظهر عندي في القراءة كانت علاقة غير موفقة. بقولك انت ايه بقى يا برج الجوزاء في الحالة دي؟ بقولك انك تبص لقدام، لان اللي جاي افضل بكتير. يعني بلاش نبص ورانا كتير، تعرفين اللي بيبص وراه مش بيقع، مش بيشوف قدامه اصلا، في فرص بتضيع لان انت مش باصص عليها. فنحاول ان احنا ما نبصش ورانا كتير. في ناس فيكو مقدمة على ارتباط، عايزة اقول لهم ان الفرصة متاحة ومناسبة، بالذات بعد النص التاني، بعد النص الاول من شهر ابريل ان شاء الله. في منكم بقى، بالذات لو رجالة، انتوا اللي بتمطلوا في الارتباط، انت اللي تاعب الطرف التاني يا برج الجوزاء. ومش بسبب حاجة، يعني مش بسبب ان انت يعني لعبي او اي حاجة من الحاجات، لا، هو الموضوع انك بسبب شغلك، حياتك كلها شغل، بتنام وانت بتحلم بالشغل. شايفة في العلاقة دي طاقة أبراج ترابية، انت بتحب الطرف التاني، انت يا جوزاء بتحب الطرف التاني، مخلص ليه، بس مش بتفوق غير لما بتفقده، ولما يرجع ترجع زي عادتك تاني. يعني تفضل طول الشغل والوقت وحاجات من الكلام ده، والطرف التاني يزهق ويبعد، وترجع انت اللي بتكلمه عشان بتحبه. بس لما تتأكد خلاص ان هو معاك، بترجع تقول نفس الكلام تاني. مش هنسميه مبررات، انت فعلا دماغك عاملة كده، يعني شغلك واخد كل حياتك. لازم نحاول ننظم شوية، لان ممكن الناس دي بالذات لو بنحبهم وعايزينهم ومش عايزين حد غيرهم، ممكن الناس دي لو مشيوا في مرة ما يرجعوش تاني. ودي للبعض يا جماعة، يعني مش للكل، وبالذات بالذات لو ولاد مش بنات. في منكم في جواز وفي طرف تالت، سواء انت او الطرف التاني، يعني ممكن حد فيكم يتجوز. الحد اللي متجوز ده ممكن عايز ينفصل وبيحب حد تاني. هو في نوع من انواع الانفصال، بس هو مش عارف ينهي علاقته تماما. ده ممكن انت او الطرف التاني، بس ممكن يكون في الغالب انت يا جوزاء. وممكن يكون في العلاقات الترابية على فكرة. يعني بص يا برج الجوزاء، هقولك انت طيب جدا، بس في نفس الوقت ذكي جدا برضو. يعني تقدر تفهم وتحدد انت عايز ايه، وتقدر تعرف لو الشخص مناسب ولا لا، يعني تقدر تميز اذا كان الشخص ده مناسب ولا لا. يعني في الغالب قراراتك هتكون في ايدك انت، لانك انت كمان معروف ان انت بتقدر تحلل كويس قوي.
اللي مرتبط من أبراج هوائية زيه، بالذات لو ميزان، هيحس في الفترة دي ممكن يحس بشوية برود في العلاقة شوية، وده بسبب أوضاع فلكية بتمر بيها الأبراج الهوائية، بالذات الميزان. يعني أكتر حد متأثر بيها هو برج الميزان، ودي هتتحسن في آخر الشهر إن شاء الله. اللي فيه حب جديد بقى في الغالب هيكون من الأبراج النارية، بس مش شرط، يعني مش شرط البرج هيكون برج ايه، بس هيكون حب موفق جدا، لأن هو كمان بيحبك، بيحبك ونفسه يساعدك. يعني بيفضل يفكر في العلاقة، اللي هو مع طرف ناري ده بيفضل يفكر في العلاقة يعمل ايه ويساعدك ازاي. يعني دي طريقة تفكير الطرف التاني في العلاقة. بس اللي في العلاقة دي بعضكم كان عنده علاقة سابقة، ممكن العلاقة السابقة دي تكون مع برج ترابي. في الحالة دي ممكن أقولك تكمل لقدام، يعني تكمل لقدام وتفكر، تفكر في موضوع الرجوع ده، سواء عايز ترجع أو ما ترجعش، لأن أنا شايفة إن الطرف الترابي عايز يرجع. وطبعا ده تفكيرك انت، تفكر طبعا انت حر، بس بقول اللي شايفاه. كمان في منكو في محكمة، وبرضو مع برج ترابي عايزين تنفصلوا وتبدأوا من جديد. في الحالة دي عايزة اقول لكم اللي هما في الحالة دي، ان كل الحظ في صالحكم انتوا، لان انا شايفاكم اتظلمتوا فعلا، انجرحتوا قوي في العلاقة دي. كمان زي ما قلت في الاول، في علاقات السحر كان السبب، او الحسد، المهم هي طاقة خبيثة يعني، كانت السبب في حالات الانفصال دي. الحالات اللي هي كانت السبب فيها دي للأسف يعني حصل فيها طلاق، في منها ما فيش رجوع، سواء منك الرفض او من الطرف التاني، لأن حد فيكو بدأ حياة جديدة. بعض المتجوزين، بعض المتزوجين ما كانوش مرتاحين خالص في حياتهم، يعني متحملين، ممكن نقول متحملين عشان أطفال، بس انتوا نفسيا يعني شايفاكوا نفسيا بتعينوا كتير، يعني لازم تستعينوا بالله. والناس اللي منكم بتعيش حياة فيها تعب او نكد كتير، لازم جدا التحصين، يعني الصلاة، قراءة القرآن، سماع القرآن مهم جدا، الرؤية الشرعية، مسح البيت بالكامل بالمية والملح. وزي ما قلت، محدش يعرف عنكو أي حاجة خالص، لازم محدش يعرف عنكو أي حاجة خالص. البعد عن الأشخاص السيئة، انت حاسس بيهم، يعني الأشخاص اللي أنا بتكلم عنهم دول انت حاسس بيهم وعارفهم، يعني تعرفهم مين في حياتك، ابعدهم عن حياتك خالص عشان تحس بالاستقرار وتطرد الطاقات السلبية من حياتك، طاقات سلبية وشيطانية بصراحة، يعني بتحيط بيك يا برج الجوزاء. بقول النصيحة دي اللي لازم تعمل بيها، لان لو ما عملتش كده وربنا الحافظ طبعا، يعني انت ممكن تدخل في وجع نفسي كبير ومدمر، بعد الشر عليكم طبعا. في منكم في علاقات، سواء بجواز او ارتباط، اي ارتباط تاني يعني غير جواز، العلاقات دي لبعضكم سيئة جدا. وطبعا اللي سمعني، كل واحد عارف حالته. علاقة سببت لك تعب، سببت لك خسارة من كل النواحي، اتخذلت كتير فيها، وشايفاك اديت فيها كذا فرصة، كل ده خد من صحتك ومن أعصابك. في منكم نهى العلاقة اللي هي السيئة، ومنكم لسه. بس أنا عايزة أقول إن الفترة دي القريبة اللي احنا فيها بالنسبة لك يا برج الجوزاء مش مناسبة لاتخاذ أي قرار، يعني اصبر وركز في كل حاجة بتدور حواليك لحد ما تكون الفرصة مناسبة،
ويكون الوضع اتغير شوية عشان تقدر تقرر انت عايز ايه. شايفة البعض منكم يا أصحاب برج الجوزاء ولو قليل جدا، ولو 1% بس ظهر معايا حاجة شفتها، يعني لجأ، ممكن يكون لجأ لنوع من أنواع السحر بغرض الإصلاح، يعني بنية سليمة. ممكن تكون نقلت حاجة عن حد أو استعنت بحد من اللي بيعمل الحاجات دي، بس في الغالب أنت اللي عملتها الحاجة دي، يعني حاجة نقلتها عن حد. بصوا بقى، يعني الحاجة دي اللي انت نقلتها وعملتها دي كان فيها نوع من انواع الطلاسم او الاسماء الغير معروفة، يعني كلمات انت مش عارف لها معنى، نفذتها بزي ما هي. عايزة اقول ان الحاجات دي غلط جدا وهتزود اللي انت فيه، مش هتحله. يمكن انت لو عملتها هتكون حسيت وخدت بالك ان من اللي انا بقوله ده، يعني ان المشاكل اللي عندك بتزيد او مفيش ليها علاج، يعني بالطريقة اللي انت استعملتها او خليت حد يعملها. لان دايما الحاجات دي الكارما بتاعتها وحشة، يعني وحشة على الحد اللي هو بيعملها حتى لو بنية اصلاح. يعني طبعا يا جماعة، يعني الله اكبر واعز واقدر، يعني بلاش نستعين بأي حاجة غير ربنا وكلامه. أي كلام أشوفه غير مفهوم، لأن اللي عمل كده هو عمل كده، هو مش قصده. أشوف كلام في حاجة واخدها لعلاج، أشوف فيها كلام غير مفهوم لينا خالص، نبعد عنه تماما. يعني أنا عارفة إنك متضرر وبتتعلق ولو بقشاية، بس لازم يكون في يقين في ربنا، وإن حتى السحر اللي اتعمل لك هو حصل بإذن ربنا. يعني كلنا عارفين وما هم بيضارين بيه من احد الا باذن الله. فحتى السحر اللي اتعمل هو باذن ربنا، وكل امر الله خير. يعني ممكن الحد اللي عمل كده معاكو، عمل السحر ده، يكون حد سيء جدا جدا، وربنا اذن لسحره انه يكون، عشان الحد ده يبقى شايل ذنب كبير قوي انه اذى ناس، وانت كمان في نفس الوقت تكون اتعرضت لكرب وابتلاء تؤجر عليه بصبرك طبعا ان شاء الله. فكل امر الله حتى لو ظاهره فيه حاجة وحشة هو خير، ولازم نبقى متأكدين من كده. زي ما قلت، فيه رجوع لأبراج هوائية ومائية، بس في ايدك انت الاختيار والقرار. لازم تهدى، تظبط كده شوية امور في حياتك معينة، لان شايفة اغلبكم كده ليلكم نهار ونهاركم ليل. تنظم حياتك عشان تقدر تركز ويكون قرارك سليم، وعشان صحتك برضو. يعني لأنك لو فضلت في الحالة دي ممكن تتعرض لسوء اختيار زي ما تعرضت له قبل كده، وكان عندك قبل كده سوء اختيار. شايفة في عندك يا جوزاء انتصار على ظلم انت تعرضت له، في ظلم انت تعرضت له عندك انتصار ان شاء الله، بعد ما هتكون فقدت الامل خلاص في ان يحصل لك حاجة او يترد لك حقك. يعني بعد ما هتكون فقدت الامل عندك انتصار، بالذات ان انا شايفة ان بعضكو عنده اصلا في جواه احساس بظلم، مش حاليا، من صغره. لان شايفة في منكو ممكن اتعرض ليتم احد الابوين، يعني عانى في حياته، يعني شايف حاجات كتير في حياته بسبب فقدان احد الابوين، ده سبب له مشكلة فيما بعد، وممكن يكون ده اللي اثر على اختياراته برضو. يعني في منكو اختار على مدار حياته بعد كده اشخاص غير مناسبة ليه بالمرة، تسببوا له بأذى كبير. يعني او ممكن يكون التأثير اثر في ان انتوا تقدروا تبدأوا علاقة وتلاقوا دايما عندكم الكلام، اللي هو طبعا في منكم، يعني ما تاخدوش الكلام في كله في العين، انه مثلا حد بيقول
في بداية أي علاقة مثلا شكلها مش هتكمل، أنا حظي وحش وعارف إن مش هيحصل حاجة. ف برضو دي من الحاجات اللي مش صح إن احنا نقولها، لأن احنا بالكلمات دي ممكن فعلا نجيب لنفسنا حاجات سيئة. عايزين نلغي نظرتنا دي خالص، نظرتنا دي لنفسنا، يعني لأنها فعلا ممكن تخلي الحياة ما تمشيش بجد. زي ما قلت، نغير الطريقة دي، طريقة تفكيرنا شوية، ونكون واثقين ان احنا كويسين ونستحق كل حاجة حلوة، لأن انتوا فعلا كده يا برج الجوزاء، انتوا فعلا كويسين وفعلا تستحقوا كل حاجة كويسة. اللي منكم عنده علاقة مع برج ناري، هو يا برج الجوزاء مش قادر يفهمك شوية، يعني ممكن ده بيعمل سوء تفاهم في العلاقة، رغم ان في بينكم حب على فكرة. المفروض يعني المفروض انك بتتفق حلو قوي مع الابراج النارية كمان، بالذات الاسد، انت بتتفق كويس جدا مع الابراج النارية. انا شايفة القراءة بشكل ايجابي لو بصينا لنص الكوباية المليان. المهم يا برج الجوزاء، نسبة كبيرة من الامور في ايدك، يعني لما اقول ان في رجوع هيكون في ان شاء الله، لو انت سعيت لده، لو انت سعيت لده، مش سعي انك تجري ورا الطرف التاني، لا، انك تغير تفكيرك شوية. وكلامي بس عشان محدش يزعل مش معناه انك وحش، بالعكس خالص، بس عايزة اقولك ان الموضوع لو حصل هيكون ازاي، مش يعني مش هينفع اجي اضحك عليك وافرحك مثلا بكلمتين من بره في رجوع وفي حاجات حلوة وكده، وما ادلكش التفاصيل اللي من جوه، يعني اللي انت ممكن تمشي بيها عشان الامور تمشي معاك. ده في الحالات اللي ينفع فيها زي ما قلت، يعني لان زي ما قلت في حالات كانت سيئة جدا، يعني بخروجك منها انت الكسبان. اللي منفصلين ومش مرتبطين خالص اصلا، مطلوب منك التركيز كويس جدا زي ما قلت في الاول، لان هيكون قدامك ان شاء الله شخصين، واحد كويس ومناسب وواحد لا كويس ولا مناسب، انت اللي لازم تختار. عشان كده قلت تركيزك لازم يكون موجود، انت اللي لازم تختار مين الكويس ومين مش كويس، وهيكونوا باينين جدا على فكرة. ربنا يوفقكم اللي فيه الخير. القراءة انتهت، بدعيلكم كلكم بالسعادة والتوفيق والنجاح في كل أمور حياتكم يا رب. شكرا للمتابعة، برج الجوزاء.